بداية امتحان شهادة البكالوريوس في هذا المركز، مركز قربوخة محمد العربي، اللي هو من ضمن 81 مركز عبر الولاية، خصيصا منها 24 مركز للمترشحين الأحرار. يستقبلوا هذا المراكز 25,524 مترشحا، منهم 8,168 مترشح حرا. كل الإمكانيات المادية والبشرية سخرت لإنجاح هذا الامتحان. الستريس فيها فيها والخوف فيها فيها، مي الباك يستاهل، وحنا حضرنا كما كان لازم يكون. كان فيها هاد العام شوية لي غريف وكاع، دونك خوف. الله ينجحنا ولا يوفق كاع التلاميذ. ريفيزينا الحمد لله، شوية رانا مستريسين وكاع، مي نتمنى للجامعة التوفيق.